وللمزيد مشاهدينا الكرام من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ أشرف. أهلا مساء الخير. إذن هي علاقات متميزة بين كل من مصر والجزائر على كافة الأصعدة، كيف تقيم زيارة الرئيس الجزائري في هذا السياق وخاصة في ظل متابعة الملفات المشتركة والتي يتصدرها في هذه المرة الملف الليبي؟ بكل تأكيد هذه الزيارة الأولى للرئيس عبد الحكيم تبون بعد انتقال لمقرر الجزائر في العامين الماضيين، وأعتقد أن رغبة جزائرية مصرية في إمكانية الاستفادة من فتح نهج جديد في مسار العلاقات المصرية الجزائرية بعد حصر الاستقرار الكامل في الجزائر في السنوات الماضية، وأعتقد أن هناك رغبة مصرية جزائرية في تعميق العلاقات على مسار المستوى الثنائي لإحداث نوع من النقلة النوعية في مسار هذه العلاقات بعد فترة ركود في العالم العربي 18 سنوات بسبب أحداث ميار الربيع العربي. أعتقد هناك أيضا رغبة في إمكانية بلوار الصينية مشتركة بين الزعيمين لقبائل الإقليم العربي في المرحلة القادمة، خاصة أن مسار العلاقات الشمالية يحظى في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية لتوسيع محركات التشغيل والتفعيل في العلاقات المصرية العربية والجزائر تأتي في القلب لما لديها من حضور قوي في المنطقة بفضل كثير من إرث العلاقات المتراكمة على مدار التاريخ منذ 500 سنة حتى الآن، وما يقنعه الشعب الجزائري من حجم الدور المصري المحوري الذي لعب في إقلال الجزائر عام 63. بكل تأكيد العلاقات الثنائية ستكون لديها حيز أهمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وسيتم الاتفاق على تفعيل اللجنة العليا المشتركة وعرض اجتماعاتها على مستوى رئيسي الوزراء بعد نجاح عودة آلية التشاور السياسي على مستوى وزارة الخارجية في العام الماضي التي لعبت دورة كبيرة في إحداث نقلة نوعية إحداث تطابق وطلاقة العلاقات المصرية الجزائرية، وأعتقد سيكون الشكل التجاري والتجاري والاستثماري بين البلدين حيز الاهتمام والأهمية الكبرى، خاصة أن الجزائر راغبة في استلهام نموذج التنمية الاقتصادية في مصر في السنوات السبع الماضية ومحققاته من نجاحات واضحة كبيرة، فهذا الأمر لتطبيقه في الجزائر بعد تعطل المسار الاقتصادي في الجزائر أكثر من 10 أو 15 عاما. ثم يكون هناك أيضا تطرق بشكل معمق بين الزعيمين لمجمل القضية العربية، تأتي القضية الليبية والقضية السورية في جدول الاهتمام، خاصة أن القاهرة والجزائر لديهم درجة كبيرة من التلاقي والتوافق فيما يتعلق بضرورة الاطلاع في مشاعر الحكومة الليبية والشركاء الليبيين على العودة إلى طاولة الحوار، وأيضا إحداث نوع من الفترة السريعة لمسار التسوية السياسية في ليبيا بعد حالة الانفلات الكامل على مدار 11 عاما، وسيكون هناك أيضا للأزمة السورية وأيضا إمكانية فرص عودة سوريا للقمة العربية المنتقبة في الجزائر في شهر يونيو القادم، فرصة من النقاش المطور خاصة الجزائر تعود على الدور المصري بالتعاون مع شركائها العرب لفتح الآفاق الجديد أمام عودة سوريا للجماعة العربية وأيضا استعادة مقعدها. وأعتقد أن الجانب الجزائري يرى أن الدور المصري المحوري والحيوي والأكثر حيوية في العالم العربي بشكل أوسط سيلعب دورا كبيرا في مساعدة الجزائر في توفيق تصفية الأجواء العربية قبل القمة المنتقبة والبحث في مسارات عودة سوريا ولو بشكل تدريجي بالتفاهم والحوار والنقاش المصري مع الصعداء والقادة والدول العربية في هذه المرحلة الدقيقة. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، كنت معنا في السادسة.